التلك بدأت تروح خلدوني يجيب اشتافع عفية لا 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 يما اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه اليو تي في الفضائيه، وهذه حلقه جديده ومميزه من برنامج نجوم على نار. راح يرافقني في تقديم هذه الحلقه حكم البرنامج شيف خلدون، بالاضافه الى ضيوف مميزين مبدعين، واليوم جايين وضحكتهم مرسومه على وجوههم ومقررين انه يخوضون التحدي ويربحون اذا كان الفريق الاحمر وحتى الفريق الازرق. راح ابدي وياكم بضيوفي بالفريق الاحمر. اول متسابق ضحكته مميزة جداً، دائماً تشوفوه هادئ بس هو يحب يفجر كل طاقته الحلوة وين؟ بالأعمال اللي يقدمها حتى يقنع الجمهور، قريب من زملائه، قريب من جمهوره، ودائماً يستقبل كل النصائح والتعليمات بروح رياضية، وأتمنى اليوم أيضاً يكون هيك. أما المتسابقة الثانية فهي فنانة شابة تشوفوها تقولون هادئة بس عادةً تحب أنه تبين للجمهور الطاقة الحلوة اللي عندها وين؟ على خشبة المسرح وبالأعمال اللي تقدمها. اليوم متسابقين الفريق الأحمر أبداً مو سهلين، هسه دا يضحكون بس ما أعرف راح يبقون مبتسمين لنهاية الحلقة. رحبوا ويانا بالنجم الفنان الرائع جواد المدهش والفنانة المتألقة تيسير الياسري. اليوم شنو؟ ها ها جي جوجو ها. اليوم اريدك تصير احسن شيف بالعالم. شنو شيف؟ وصلتي اليوم قطم قطم. اوكي امشي. الله يستر. الله يستر. يا هلا ومية هلا. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. رمضان كريم عليكم وعلينا. شوي ارجع لي ورا. الضحكة المميزة يعني جواد المدهش اكيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. رمضان مبارك عليكم وان شاء الله. كل سنة وكل عام وانتم سالمين. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وكل المتابعين والمشاهدين بخير ان شاء الله. حقيقة من عرفت اني واخت تيسير فريق واحد كلش فرحت، لان تيسير دائما وياي تشتغل مسرح، واحد يعرف سوالف الاخ وواحد متعود على الاخ، فكلش فرحت ويا تيسير. من عرفت اني ويا استاذ جواد كلش فرحت، لانه احنا يعني مشتغلين هوايه مسرح واكو كيمياء بيناتنا وصديقنا هو يعني. ان شاء الله نشوفكم باعمال مميزه إن شاء الله. تيسير وجواد إن شاء الله. ونشوفكم اليوم اريدكم تبدعون بالمطبخ. نار نغلي اليوم. أيه. اليوم نطلع فوح اليوم. الله الله. وينو زين انا اريدك شويه تهدأ. ليش؟ لانه الجوله الثانيه من البرنامج ابدا مو سهله. هالمره هوايه شغلات اختلفت. اولا شيف خلدون ما عنده تعادل، يمكن تصير نادرا بالبرنامج، طبعا هذا يعتمد على مهارات الفريقين، بس هو دائما يحب انه فريق يفوز وفريق يخسر. ليش؟ حتى انتم تحاولون انه تتعلمون الطبخ على المواسم الجايه يعني اكيد ان شاء الله. بس اليوم الشيف خلدون ان شاء الله راح يعتزل من ورايا. الله الله شوف المفاجاه. ما اريد احكي هواية قالوها بس يعني للأسف الشديد ما اقتنع شيف خلدون. مع الأسف الشديد إن شاء الله اليوم يقتنع بأدائكم إن شاء الله، مثل ما المتلقي دائما يقتنع بأدائكم وتبهروا. تيسير شنو الأخبار؟ والله هي أخبار كل زينة. حلو. ما طول شيف وياي بعد خلاص. أوكي. أنا أعرفه بالطبخ هو يعني 100%. بس هو المشكلة مو يعني كامل الجولة راح يخوضها جواد وحده، لا المشكلة وين؟ إنه هو راح ياخذ التوجيهات من عندك أنتِ. لا أنا همينة طباخة ماهرة. أوكي بس أهم شيء ولا غلطة، ليش؟ لأنه الفريقين لازم يطبخون ويأدون بشكل ممتاز. ليش؟ لأنه تعليمات شيف خلدون هالمرة غير. النكهة اللي يريدها شيف خلدون يمكن أنتِ ما ضابطتها أو يمكن ما تعرفيها، فبعد ما أعرف أنا. ويمكن تعرفيها. يجوز. يجوز. خليني أنا وياكم مشاهدينا نستقبل متسابقين الفريق الأزرق، أبدي وياكم من النجم الأستاذ مرة بتشانة وهواية مرات ضحكنا، دائماً يسعدنا بطلته، خفيف الظل وين ما يروح، قريب من الكل، ويحب دائماً يبدع ويترك بصمة مميزة. أما المتسابقة الثانية فهي فنانة شابة طموحة جداً، وأتمنى اليوم تكون جداً طموحة حتى فريقها يفوز. ليش؟ لأنه يعتمد الموضوع على توجيهاتها. هي عادةً تأخذ التوجيهات من المخرج، من المؤلف، من مساعد المخرج. أرحب أنا وياكم ترحيب حار بالأستاذ النجم الممثل القدير قاسم السيد. الله. والفنانة المتألقة شهد علي.
وينك؟ اليوم العب لعب، اليوم حرق السقف، اليوم المطبخ حرق اليوم. لا 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 كل شيء سوي بس بدون حرق. يا هلا اهلا 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 اهلا. رمضان كريم استاذ قاسم، رمضان كريم شهد جميع العراق جميعا ان شاء الله. من عرفت انا وشمل فريق واحد حقيقه كيفت، لانه اكو الفه بيناتنا. من عرفت انا استاذ قاسم فريق واحد كلش فرحت. يا هلا بيكم نورتونا، شنو هاللون الجميل؟ شنو هالاناقه؟ عيونك الجميله يا عيوني، انت نورتونا والله. انت النور. جابك بابا؟ جابك انت هنا؟ لا 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 اعصابك، لان احتمال احتمال راح تطلع برا. اوكي، بس اريد اقول لك شيء، يعني انا لما قلت انه فريق لازم يفوز ويعتمد على توجيهاته الشهد ومتأملة أنه أنتم فعلاً تفوزون، يعني هو يحاول يشوش علي ويقول لي لا مستحيل مستحيل مستحيل، يعني يهمس إذا ورا شهد المستشفيات كلها تقبل. أريدكم روحكم المعنوية تكون كلش عالية جداً، وأريدكم اليوم مواهبكم بالمسرح وبالدراما تفجروها هنا اليوم بالطبع. إيش قد ما كنت أنا سعيد، بس أنا صرت حزين لين اخويا وصديقي قاسم سيد راح انهي اليوم من المطبخ هنيك فقط. احنا نريد تحدي جديد، تحدي من نوع اخر، بس بهذا التحدي ما اريد الابتسامه الحلوه تفارق وجوهكم، لانه بكل الاحوال اذا فريق فاز واذا فريق خسر تبقون انتم اصدقاء زملاء. اللي أريد أقوله لكم ضيوفي الأعزاء أنه فكرة البرنامج سهلة وبسيطة وتعتمد أكيد على توجيهات النساء، ولازم الرجال يكونون مستمعين جيدين. إحنا بكل شيء مستمعين جيدين. واضح. زين مو زين. شهد وتيسير راح ينطوكم تعليمات اللي راح يقولها شيف خلدون، وانتم لازم تطبقوها بحذافيرها ان شاء الله. وعدكم وقت هو بس 30 دقيقه، خلال هذه ال 30 دقيقه لازم تجهز اطباقكم بشكل كامل ان شاء الله. اما الان فاستاذ قاسم نعم. واستاذ جواد راح يكونون بالغرف المعزوله اللي ما يوصلها الصوت نهائيا، انتم بس راح تشوفونه بس ياخذون تيسير وشهد التعليمات كامله والتوجيهات أوكي. بعدين هم يروحون للغرف وانتم تجون يمي تنوروني من جديد وتبلشون مرحله التحدي ان شاء الله. شلون هالمعنويات؟ معنويات ان شاء الله. هناك تعالوا شويه شويه. اريد تفتحين عين الزين، اذا انا امشي تصير سباعين. ايه ما عليك يمي، كل الفلوس يمك انت ام البيت. انا بعد ما وصيك لان غاسل ايدي من عندك. تفضل استاذ قاسم، تفضل استاذ جواد. منك العيال ومن المال. يلا الأخبار. الحمد لله. حلوة هاي الابتسامة، إن شاء الله تبقى لنهاية البرنامج. إن شاء الله. بس أهم شيء إنه أنتي تسمعين زين وتيسير تسمعين زين، وتخلون الشباب بكل الوسائل والطرق تقنعوهم يسمعوكم. تمام. أوكي؟ أتمنى. يلا إحنا وياكم راح نرحب بنات بشيف خلدون. يا هلا يا هلا. رمضان مبارك ان شاء الله عليكم، تحياتنا لكم. الاطباق دائما تكون سهله بسيطه وسريعه، اليوم راح تكون في عندنا طبخه مميزه. لكن قبل كل شيء حياكم الله مشاهدي متابعي برنامج نجوم على نار الموسم الثاني والاطباق لهذا اليوم السهله. اليوم راح يكون في عندنا الفته. فتتنا لهذا اليوم تختلف عن اي فته. ايش؟ خلطت ثلاث مكونات بهذه الفته اللي هي الحمص، اللحم، والباذنجان. خليتهم كلهم، اليوم اريد اطلع بفته. عندكم بصل وعندكم ثوم، مهم جدا انه بالبدايه تحمسوهم مع اللحم. مهم جدا انه تنحمس مع اللحم حتى اروح الزفره مالت اللحم. بعدين اخلي الباذنجان وهم احمس الباذنجان، مو اقل الباذنجان. احمسه مع اللحم مع الثوم مع البصل. تمام؟ بعد ما اشوف انه اللون تغير، عندكم هنا ايضا المعدنوس ممكن تستخدمون، وممكن تستخدمون هنا الزبده بدل من الزيت. اوكي؟ حلو الامور؟ يعني بالحمص؟ بالحمص طبعا. طيب الامور؟ طيبه. طيب الامور. بعدين اخلي الحمص. يعني بعدين اضيف الحمص. زين. احمسهم كلهم سوا، اخليهم على صفحه. نفس الطاوه هذه يتخلى هم باقي شويه الزبده، او ممكن اخلي زيت الزيتون، واخلي هنا اللبن وراشي. وشويه مي. حلو؟ نفس الطاوة؟
اي بنفس الطاوله. هو ورا ما انحمس كل شيء. اريد المونه ما تتطاول، اريد المونه موجوده. حلو؟ بعد ما سويت الصوص هنا ارجع اللحم والحمص وهذين الاشياء كلها بنفس الصوص. احنا من حنحمس ما راح نخلي الصوص، حنشيل اللي حمسناه ونخليه بنفس الطاوله واللبن. مو بنفس الطاوله وبعدين ارجع ذني بعدين ترجعين كل شيء للصوص. لازم احفظها بعد الغليان شوي. اوكي اوكي. عندكم الخبز، عندكم الخبز تقلوا يقطعوه مكعبات صغار ويقلوا سهل. واكو مثلث هم خبزه هم يقليها لانه راح يقرنش بيها. يعني حسب الرغبه اكيد. شو ليش ما قلت حسب الرغبه؟ لا هذه مو حسب الرغبة، انا اريد هذا الخبز حسب اللي يريده ومقسمه. يبقى عندكم طماطه الزينون بيه على الوجه ويتقدم الطبق. سهله والله سهله. اطب انا اطبخها. يلا اريد حماس. يلا اموركم طيبه. طيب الله يا رب. تمام. موضوع مهم جدا وهو انه اخصم من عندكم نقطه. ركزوا لي بس. اذا وصلنا لما عينه ما غسلناه. لا مو غسلناه. هاي رادكم غساله مصحون. لا بس الملم للمطبخ اريده يكون نظيف. لا هوسه، لا يبقى تبقى هوسه. يعني الاشياء يشيلها يلملمها ويرجع هيئه. هاي شلون راح ارتبها ويا جماعه؟ لا يرتبها. لا لا يرتبها. يرتبها. واذا احتاج مساعدتي يقول لك وسخ المطبخ براحتك. اوكي. لا ما يسمع ما يسمع. حماس حماس حماس. هاي اوكي. شغلة مهمة انه ممكن اذا اراد مساعدة انه انا اروح اساعده. اوكي. اخصم من عنده نقطة بس ارجعها اذا غنى لي مثلا او مشهد تمثيلي او شعر. يعني انتم هنا تشوفون يعني تشوفون انت نسيتي شيء. قول له تشوفين انت نسيتي او انت نسيتي في شيء عادي خليه يستعين بي ارجع الامور على مسارها الصحيح. تمام. وبعدين انسحب. تمام سهل. شو وجهكم مو حمار؟ ترى فتة يا معادين فتة يعني بس على طريقة. أنا ما أسويها بس مو بيجي طريقة. أنا طريقتي. يعني طريقتك تختلف. أنا طريقتي واحد إيه. بس قريبة يعني. ليش قلت لكم ركزوا باللي يريده شيف خلدون؟ لأنه هالمرة غير. شهد أمورك طيبة؟ فتشي. تمام. أبو دهسة تنسحب شهد. حتى لا أنسى كبهارات. يعني خلي البهارات. خلي البهارات. إيه خلوها ويا البهارات. غير؟ إحنا ونحن نحن. البهارات خليها ويا الحمص. شغلة بسيطة. انت متمرسة. تعلم على الفتة. يلا موفقين ان شاء الله. وان شاء الله نشوفكم. نشوفكم بحماس ان شاء الله. تمام. يلا ان شاء الله المبارك الفوز. تشاو 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 تشاو. حماس حماس. شهد وتيسير. شو اقول؟ والله ما ادري اسالهم جاهزين ولا. لا والله ما اعرف. شهد جاهزة ان شاء الله. اوكي تيسير جاهزة. تمام. اتمنى هسه انتم راح تغادرونا وتروحون للغرف المعزوله اللي ما بيها صوت نهائيا. خلال نصف ساعه لازم تجهز الاطباق واكيد لازم اول شغله تسووها تقولوا لهم شنو اسم الطبق. شنو اسم الاكله. بعدها طريقه التحضير وتقولوا له انه يعتني بنظافه وترتيب المطبخ. وخلال 30 دقيقه اذا احتاج مساعده شيف خلدون او انتم نسيتوا معلومه استعينوا بشيف خلدون. تمام. تمام تمام. منو اللي راح يفوز برايكم؟ احنا اكيد. لا احنا ليش؟ لا احنا احنا اكيد. اوكي احنا حتى احنا راح نفوز برضه يعني ذا تشوك. هي احنا لو مو احنا والله ما احنا بشارات والله يجوز مو احنا يجوز هم. اوكي شهد وتيسير تفضل الغرف المعزوله. تفضل يا مستر قاسم. تفضل يا مستر جواد. غشون؟ لا لا ما حتت بيها. قلت له صار خلاص. يلا خلاص وقت عندنا. اوكي لا تستعجلون. الوقت اللي راح يكون مخصص لكم هو 30 دقيقة. أول شغلة لازم تركزون ويا شهد ويا تيسير تسمعوهم زين إن شاء الله وتعرفون من عندهم شنو اسم الأكلة وطريقة تحضير هذه الأكلة وأكيد تعتنون بالتزيين بالإضافة إلى ترتيب المطبخ خلال هذه 30 دقيقة. إذا احتاجيتوا مساعدة من شيف خلدون أطلبوها لا تترددون. ياخذ من عندكم نقطة بس يرجع لكم إياها أكيد إذا غنيتوا وقلتوا له شعر مثلتوا له وهذا بعد ملعبكم يعني. إن شاء الله. أوكي خلدون يا بعد الروح متحسه بكيفك. يلا أوفن. أوفن. يلا يلا قول قول أوفن. إيه؟ لا لا دخل. يلا خلدون يا مالتي خلدون يا بعد الروح. إيه؟ إيه؟ يلا أخوتك شلون ومرأك شلون بدأت من هسه سريق النقاط.
البداية حلوة وإن شاء الله الختام يكون أحلى. اللي أريده من عندكم الآن، تفضل أستاذ قاسم لمطبخك، تفضل أستاذ جواد لمطبخك. أريدكم توقفون هنا هنا. لا 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 لحظة، ممنوع ممنوع ممنوع. الإشارة حتى تبدأون تاخذوها من عندي، بس قبل كل شيء أنتم لازم تعرفون شنو الأدوات الموجودة بالمطبخ وشنو الأدوات اللي تحتاجوها اليوم تحضير الأكلة اللي طلبها الشيف خلدون. خليني أنا وياكم أترككم تستعدون أكثر وتتحمسون أكثر، وأروح لفاصل قصير. بعد الفاصل راح نرجع لكم بالجولة الثانية والحاسمة من برنامج نجوم على نار، وين؟ أكيد على اليو تي في، خليكم قريبين. أتوقع غير متوقع الفوز، فوز ساحق إن شاء الله. والله أكيد الفوز، أكيد لازم إحنا نفوز، ماكو غيرنا يفوز، ما ننطي. والله أتوقع أني الفوز، لأنه أنا زين بالأكلات الشرقية وشهد بالأكلات الغربية، بس أنا اللي أعرف أنه شهد ما تركب أكلات غربية، كلها تأكلها بالمطاعم برا. أتوقع إن شاء الله راح نفوز، لأن أستاذ قاسم كل الشاطر بالطبخ وأني مو قوية بالطبخ بصراحة. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومتابعي قناة اليو تي في الفضائية. وصلنا وياكم للنصف ساعة الثانية المهمة جدا من برنامج نجوم على نار. نجومي الفريق الأحمر أستاذ جواد وتيسير جاهزين، الفريق الأزرق النجم الأستاذ حبيب قاسم السيد وشهد جاهزين. بس حتى تكونون جاهزين ومستعدين 100% إن شاء الله وتأدون بدون ولا غلطة، لازم احنا وياكم بحماس نستقبل الشيف خلدون. حماس 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 حماس. ابلش بالفريق الاخر. يلا لانه هو الاقرب لبس احنا من الدخله. حبيبي حبيبي. يلا نبلش بالمطبخ. اول شيء الطباخ هيك يشتغل. حلو. عندك هذا الفلفل الاسود هيك. هذا الفلفل. بس هذا بالصوت راح يؤذيني. عندك هنا الملاعق. هو عندك هنا تختة سكينة شرب، هذا للشرب مي. عندك هذا مهم ترى. اوكي حتى لا تحترق ايدك. ملاعق كاسات كل يمك. طاوة جدر نستخدم اي طاوة اللي عندك. بس مو هذا الكبار، هاي طاوات تستخدم اللي يعجبك. جدر الصغير لانه مو كبير. عندك الزيت الملح وهذا الصبي. اوكي كافي بعد تعطي اي معلومه. ما اقول لك بس عندي سؤال. خلي هذا الفلفل الاسود يا حظ التدريب. لا بدايه صحيحه. هلا شنو فخام مو عن موجه. شلون الصحه؟ رمضان مبارك ان شاء الله عليك وعلى امك. هاي كاساتك تختاتك بدايتها اختلفت. اوكي راح زين عيني. عندك الملاعق هذا من هنا يشتغل. عندك هذاك الجتر وهذه الطاوه. عندك شغله مهمه اي بالطاوه فتح. وعندك هذه مهمه حتى لا تحترق ايدك. الزيت هناك، الملح هناك، المي هناك. استخدموا هذه الملاعق البلاستيك. اوكي اجمل. اوكي اي استاذ خلدون بعد يمك الموضوع. لا لا خلاص خلاص انتهى. لا لا شنو بكيف. لا لا عادي عادي. لا لا من حقه من حقه. اعطيه مساحه. خلاص اعطيه مساحه. لا 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 ما يصير ما يصير. ما اقدر اكمل. خلاص الوقت خلاص. نخرج كل مسؤوله من عندك. خلاص انت ما محمي هالبنيه. هاي شنو؟ طلع الفلفل الاسود هناك يد قليله. لا 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 كل شيء كل شيء قللها. كل شيء قاله. بعدين هو حتى لو قال لي يقول لك إلك استاذ جواد. ما يقول لي وصفني شهد احسن من حديك. ما جواد ما حد يفيدك بس ثاني خلي نفيد بعضنا. سووها حاضرين ولك احنا خوان. خلونا اليوم نستمتع بهاي الاكلات الجميله والوجوه الجميله. الفلفل الاسود كله على راسك. يلا بعد جاي شكرا لك شيف خلدون. ان شاء الله حلقه حلوه. ان شاء الله اكيد وان شاء الله الفته تطلع لطيفه. يا الله صل على النبي. تشاو تشاو نتمنى ذلك. تشاو 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 تشاو. اطلع الطاوله كبيره حبيبتي. استاذ جواد خليك قريب. قريب اوكي قريب من القلب. جاهز؟ جاهز. استاذ قاسم جاهز؟ 100%. هلا هلا حكي حلو. راح ابدي اعد وراها تاخذون الاشاره من عندي وتبلشون. يلا 3 2 1 ليتس جو بلشوا. يوم يلا يوم يا الله. زبد اول شيء. ها ركزوا ويا شهد ويا تيسير. هلا عرفوا بالبدايه شنو اسم الاكله وبعدها طريقة التحضير. صح حبيبتي صح. نذب الزبد. قلت لك شنو اسم الأكلة؟ لا شو تسوي بيها؟ حلو. فتة. فتة يا فتة. فتة يا فتة. أستاذ قاسم قلت لك شهد شنو اسم الأكلة؟ لا لا دوكلي. إي.
هي على فكرة من الأكلات الكلش مفضلة في رمضان. حبيبتي صار عند بعض الدول العربية يعني. هاي ما تشتغل هاي. يلا ريتكم اليوم تضبطوها 100% حتى احنا هماتينا نستمتع بمرحلة التذوق. نسرع منك جواب. اي قاسم عنده مطعم هو شنو التيسير عليك؟ ليه تفتحين علي انت؟ حلو حلو شوف ترمى البصل. والله فات عين علي. فنان جواد المدهش. الله انا اشتغل يعني. تشريب اشتغل شو اسمه اشتغل فته مو فتيت القلب يشيب. اي ان شاء الله شهد ما تفت قلبك. ان شاء الله ان شاء الله. سلامات. الزبد الزبد يمك بالليل. علي البصل والثوم. دقيقة حبيبتي. تيسير وشهد بالغرف المعزولة ما يوصلها الصوت نهائيا. أشوف شهد هذا حتى ما دا تسولف. إيه إيه. ليش؟ على حظي. زين ليش؟ لازم هي توجهها. ما تعرف دا تخابر. على حظي على حظي. يلا حلو. ليش دا تسولفين؟ يلا وراها. لا لا فايزين احنا. على حظي. يلا حبيبتي احكي. مو قاسم. ما نعرف شهد ايش دا تسولف بس هسه مبتسمة. هسه طلعت الريحة مالته قبلت احمس دا احمس. لا الفريق الأزرق اليوم غريب نوعا ما. احمس يستوي زين الثوم يستوي البصل. اي اعليها النار. تيسير دا توجه جواد المدهش بشكل يفترض صح. هذا الطباخ مو زين حسب ما نشوف يعني. يلا دبه مو زينه. شهد ساكته بعدها. هسه اروح بين ما يحمس اروح اسوي ايه. انا بس اريد ناصر. اعرف شهد ليش ساكته. ما اعرف. مو هي لازم توجهها. ناصر دبه اخوان ست دعاء. الله يا الله. تيسير تقول يمكن الدبه ناصيه. لا لا هذه النار طبيعية جدا. زين. إيه. خلينا نستغل بذني. ايش عندك؟ شخبط. يلا تعالوا. هلا حلو الاستيسير. تعالوا خلينا نروح. ربي يحفظك ويخليك. جواد المدهش المشتاقين كلش واليوم نورنا بالبرنامج والله. هاي السكينة مو زينة. الدعاء قبل وياسمين ما خلص. مو زينة، السكينة مو زينة، التختة بها مشكلة، ادري شنو السالفة؟ شنو السالفة استاذ جواد؟ شكلك هاي أول مرة تطب مطبخ. اني؟ اي؟ اوف ما اريد احكي لك، تصير التيسير علي. اي؟ تيسير لو تدري ايش قالت. قلي 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 قلي، قاسم ما يفيد ايش ترى. شو قلي؟ شو قلي مشاهدينا تشوفون؟ البصل كل قطعة شكل. بس قلبي قلبي دي قلبي. هو مو مهم الحجم طبعا يعني، المهم انه الذوق بالنهايه. اوكي والنيه اهم شيء. اي اي اهم شيء النيه. ها يلا شو نسوي هسه احنا؟ بس تدري هاي معناها راح اخذ من عندك نقطه اني؟ يا نقطه تشوفوا هاي ترى مو اني اني مو اني دا اقلب لك البصل. جوجو قطع عدله مو كلش ناعم. اذا صارت اكو مشكله بالكيف عادي اكو غيره ماكو مشكله. يلا هذا اوكي شوفي ديلوكس. زين هسه شنو؟ ها عيني. ايه. شو ما تخلي هسه بهراشي يسخن. اوكي. من تخلي لحم خلي الفلفل الاسود. من اخلي اللحم؟ هذا هذا تيسير. شنو؟ ام بيت غير ام بيت. صدق؟ والله. الله الله اسمع شلون يشيد بيها وبادائها حلو. اوف لو تدري. ان شاء الله صدق تطلع ام بيت مضبوطه وطباخه ماهره ودا توجهك صح اتمنى. ثلاث مرات اتطلقت من ورا الطبخ هي لين طبخها حلو. انت طلقت مرتك ثلاث مرات؟ لا هي طلقت. اه هي طلع بالي انت دا اقول شنو السالفه؟ اسم الله اسم الله يا لا 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 وجه يمه لا 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 اكو حكام هاي نقاط عليها. اي هاي هاي لا انا لازم يتدخل شيف خلدون. هاي محبه حبيبي محبه. هاي تجاوز لا ما لا لا ما يصير ما يصير محبه. يعني تخيل هسه لو صار مشكله بايده شلون بالله يكمل؟ صارت مشكله. ها سلامات يعني معناها شنو لازم أيوة ادخل شيف أيوة خلدون؟ ايوه ايوه عارف يا ستي يا ويل حالي يلا عينك. انا شليت ودا اقاوم. راح يحترق البصل ظل قاوم ظل يلا يلا سقطت يعني مو زين داشت شذب هسه قولي لي. والله شكلك ناوي لك على نيه جواد المدهش شكلك تريد ردها هنا عاد اشتم ريحه بهارات هوايه مستوى جعنه مو هذا اللحم لا شويه بعد يصير اصفر بس بيحترق. الله الله شوفوا مشاهدينا شوفوا الحركات جواد سويها هيك شباب يلا انت سويها. انا اسويها ايش بيها تخبلت حتى تخسر من هسه انا اقول لك. شكلك مو اول مره تدخل المطبخ استاذ قاسم. انا انا احب الطبخ مو بس انا اكثر شيء الاكلات الشرقيه. مثل شنو؟ يعني التشريب اللحم الدولمه الاشياء كلها يعني. حلو 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 يعني واصل لهي المرحله يعني محترف بالطبخ. الريوقات المخلمه الكبل هذه كلها يعني.
شنو السر بالموضوع انه جيلكم كله بالريوقات رهيب؟ انا من زمان احب الطبخ بصراحه. لا لذلك فتحت لي مطعم صغير. حلو خوش اخبار. يعني انت تسوي الاكلات بيدك؟ بس هسه لا، اكو يعني من يشتغلون وياي. حلو. ما اعرف بس انت علمتهم يعني؟ لا هم هم يعني اصحاب خبره يعني. حلو. اللي ياخذ له مطعم اكيد ياخذ له واحد صاحب خبره. ما نزل شويه نزل عادي. شنو اكثر شيء يتميز به طبخك؟ يطحن بما انه انت واصل مرحله الاحترافيه الدوله. انا بتيسير يعني اسوي تيسير. قال الخبز استاذ قاسم، قال الخبز. الخبز يعني شنو النكهه اللي تتميز بيها باكلاتك؟ مثلا تحب بهارات هوايه؟ طبعا، لان هي البهارات والكمون وبهارات الجدر والكركم والهاد هي اصل مطيبات الاكله يصير. حلو. هي هن يضيفوا. انا اعرف اكو اشخاص ايش قد ما طباخين ماهرين هم يسوون خلطه البهار الخاصه بيهم. بيديهم. انت تسويها؟ لا ما اسويها. صراحه اجيبها جاهزه، تعرفين هسه السوق كله جاهز. طبعا كل شيء متوفر بيه. صح. اكو قسم يروحون وين للشورجه ياخذ منها كميه مثلا 100 صح. هو يريد يعني على قياسات. حسب القياسات. اي بالضبط. احكي لي على القياسات مال الجوال. لا هم المشاهدين بصراحه اللي يشوفون، لان احنا بكل مكان بالاستوديو خلين كاميرا. عارف اي فدا يشوفون المشاهدين. واضح يعني فنك بالطبخ واضح والله يا استاذ قاسم. خلي شوي ندرخه زين. هيجي راح تبقى شهد هيجي طول الجوله؟ زيت حتى تقلبي الخبز. ساكته. بالبيت تطبخ لهم؟ لا لا ابد. لا ابد. ليش؟ شنو السبب؟ ما اطبخ. يعني انت ما تريد لو هم ما يحبون؟ لا القى اشياء جاهزه. يعني ولا فد مره طبيت المطبخ بالبيت؟ لا اسوي مثلا. اي والله. هيك تجيهم تقول لهم يابا اليوم غداكم علي، اليوم انا راح اسوي لكم. اي. زين انا راح اخليك تكمل وارجع لك بعد شويه. خلينا نشوف استاذ جواد. اتذكروا اذا تحتاجون مساعده شيف خلدون هو قريب. والله الله لا يعوز على شيخ خلدون. سواه شيخ. وين الزيت؟ والله وين الزيت؟ والله هسه لازم يتدخل شيخ خلدون. شوف الزيت وين استاذ خلدون؟ وين الزيت؟ الزيت موجود يمك؟ هذه لا 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 هذا وين ذاك وين استاذ جواد؟ زيت هنا والمملحه هم هنا. يلا الطاوله الثانيه وقلي الخبز، مو تحرق جوال. خلي اشتغل فدوى القلب بس الدنيا شغله سنين. لو تدري هناك ايش يصير، هسه شنو هاي اشيلها لو شنو؟ لا لا خليه يحمس. يحمس هو شو قبيل؟ يحمس شوي. شو قبيل الحج بينات؟ والله اني انصحك استعين بشيف خلدون. يعني نصيحه. تحميصه بس. شو يحط الباذنجان؟ كله يقول بعد يحمس. استغفر الله، هني راح تموتني. زين ليش انت عصبي؟ هاي هيك انت بالبيت عصبي؟ لا بالعكس، هاي العصبية. شوف هناك بهداوة يطبخ. هاي العصبية فشل. بالنسبة للطبخ يراد له استرخاء، يراد له خلاص. هذا خلاص سمعت نصيحة هاي. دائما النار هادئة عليه. اي لازم. اقول لك خلاص هذا عدي. وين مرتي؟ شنو اللي خلاص؟ طاوة فارغة. جاية. باقي لكم 20 دقيقة، اهدى واسمع نصيحة استاذ قاسم. يقول لك الطبخ لازم تطبخ وانت هادئ. مو هو انا هم هادئ. إيه؟ هذا هدوئي بدعت الدعاء. هذا هدوءك. هذا هدوءك سوى لنا هيك نتيجة حلوة. ولا تقول استهتار، هذا هدوئي. ولا تقول الباذنجان. حمس اللحم؟ حمس اللحم. خلي الباذنجان بالطاوة الثانية غير. ما اعرف ليش عصبي. يا لحم مو قلت لك تسوي طاوة ثانية. هاي سويت الخبز الشين وفتافيت؟ ايه. اخفي قالت لك هيك يريد الخبز شيف خلدون. قالت لي هي، قالت والله ما ادري، موتتني هاي البنيه. هسه احط هذا فوق شو اسمه؟ هو المهم النكهه، يعني مو مهم الشكل ترى. ما ادري ليش يدقق شيف خلدون برايك؟ والله شوف الشيخ خلدون راح احكي لك شويه. اهم شيء عن بدايات شيخ خلدون. ايه شيخ خلدون. شيخ هو شيخ. زين شنو رايك هسه؟ يعني احنا هذا الولد احنا نصيحه شيف خلدون هسه. اي بس انت رحب بيه على طريقتك. يلا خلدوني يا بعد الروح. الله انت الكبد انت الروح. الله خلدوني. شوف الغيره مو الغيره. يلا بعد. خلخل 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 خلخل. تعال يلا تفضل خلدون. تعال بعد حبه سبعك دلال. الله الله. احمسني الحلال. احمسني شوي احمسني وخذ عيني. شلون بدعتي؟ وين الثوم؟ خليت الثوم؟ هسه خلي الثوم. شو وقت تخليه العادي؟ ذبيتي يعني شلون تروح الزفره مال اللحم اذا مو ثوم وبصل؟ البصل وين؟ هذا البصل بصل وثوم. ايش دعوه هيجي؟ قطعته هي قالت كبار كلش كبار.
اي احلى احلى كل من واكلته كلش كبار مبالغه هوايه مبالغه اي كلش كبار مسوي خلي هاي بهارات تأشر هي داري هو شبيه هو جوال جوال تأشر لك تيسير تقول لك هو هيجي هو هذا تحمسه كل زين يعني راد شوي بعد زيت وحمسني شوي شوي تلفون من كل عيني وزر باكت حرقه هذا يا ولد هذا الخبز والله هو ان شاء الله يحترق بس ما ان شاء الله ما يحترق يلا الحين ما يرجع لك النقطه استاذ جواد خليني انا اشوف استاذ قاسم تلتني وين وصل تلتني زين غني لي نقلتها بكاسه واحده صوتك حلو غني لي رجعت لي يا سلام يا سلام غني حتى ترجع لك الزبد اذا في بدايه يصير ويا زيت تروح المولمات اسمع اسمع يا خلدون هذا يريدون يغطون عليك يا خلدون يا الحبيب يا خلدون اي سعد يا واطبخ بمكانه الله 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 كل شيء ما يفيدك الله وكيلك النعم من خلدون ها طبعا خلدون يجيب هلا هلا عفية خلدون خلدون يا اشتغل براحتك راح اقعد انا هوستك يلا ايه يلا هذا اوكي هذا مو هيك كافي؟ اي كلش كافي 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 راح تحرقي خبز حتحرقي وانت قاعد تغني؟ ايش دعوه هيك قطع كبار زين يلا تمشي يلا قالت لك هيك قطعه شهد طباخه ماهره هاي بعد لازم اي بعد بعد يعني شهد شهد البيض خليه يحاول هسه انا ادري شاطره بالاندومي بس انا اقول لك حاول انا هي طلعت مو اندومي هي طلع اسمها نودلز زين هاي المعلومه اخذناها من شيف خلدون يلا خلي الصلصه هسه بالطاوله فرجع على المونه هاي الله شيف خلدون بحر من المعلومات يلا رجعت لك النقطه شلون حلو حلو شلون ما جيناك بهاي خالي خالي هذا الصوص حتى تقول ما داري اي حبيبي 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 حبيبتي ها هلا حتى اظل شو اسوي هنا اظل اهرس زين عيني زين ارتح صادنا الغالي اظل اقبل فد بيت شعر هيجي لطيف جميل من ايدك الطيبه احبك واريد انساك يا بي يا بي يا بي وينهم وينهم اللي اشتري لك هذا وينهم خلي يتعلمون خلي له حاضر خلي يتعلمون واحد على طريق الازرق بس اخذ هاي مال شو اسمه والله شهد تبيانا علينا كل شيء شهد شهد اوفا نايمه وراها دوام يلا دارينا استاذ جواد عيوني اخر ربع ساعه ادرا افقك يا غزاله الله علي المشي وعلي في الدلاله المفارق شيف خلدون شلون حاله غيمه وتبدل اي والله اي والله هذا اللي فارقني خلي يشتغل لساعدين لساعدين عرقتها للخبز جواد اهلي ما يقبلون الله يخليك التزمت بكل تعاليمه ولو شوي شلعت قلبي تيسير بس الحمد لله والشكر يعني تعبنا انا وتيسير والتوجيهات مالتها التزم بكل التعليمات اللي اعطيتها اياها بس شوي شلع قلبي التزمت بالتعليمات اللي اعطيتها لنفسي لانه انا عرفت شهد شهد نايمه لقيتها استاذ قاسم ارتجل من يمه لان انا ما اعطيته اي تعليمات أريد أرافقك أريد أرافقك يا ذيب الأملح ايه. ولك برض الخلا وياك أنا صراح ايه. شوف الدهر ايه. وياي قبح ايه. صر السالفة ويحجون بي الله 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 شنو هاي صار قاسم وهذه قلت غار شنو بس الشيف خلدون لا بعد لا ما يصير بس الشيف خلدون العداني ليش مو مقدمة البرنامج ما يفيدك انت الروح والرية قلبك أكو قصف جبهات بين الفريق شوف الصلصة خاف يراد إيه هذا جواد يما فين وين قلبك؟ تقصد هالاخلاق شنو هالشياكه؟ انا بتاكد من معلومتي شنو هالشياكه؟ بس سؤال راح اسالك هذا من خال الحلقه الاخيره؟ ليش هي خمسه وشوي غيرت حمسه وياه؟ انت غير تقولي لها الحمص هي اسمها فتت حمص قولي عود بالاخير حط الحمص فتت حمص يا الهي يا الهي لحم يلا حماس حماس برافو عليكم اموركم طيبه شو اسوي هسه؟
اخير شيء الخبز، ورا ما تدير الصلصه، ورا ما تدير الصلصه الخبز. خلي الخبز وتخلي السدني فوقه. يلا نبردها، خليها بالثلاجه. لا بالفريز. لا لا خليها بكاسه. سوي لي وحده. ما اسويش وحده؟ طبعا. بس صارت اكلتين. اي بكاسه الدجاج. بكاسه الدجاج. خليته. وبعد ما اعرف يعني من الحين بنخلص البرنامج راح اطلب. دللي. شكرا. دللي. يلا حماس، محتاجين شيء؟ سلامتك. اموركم طيبه؟ بس سؤال هيك يعني. جواب. إذا خلصنا الأكل نخليها بالكاسة مو أفضل؟ إيه بالكاسة نعم مو؟ نعم يمك هذيك الكاسة ممكن تخليها بالكاسة. أوكي. أو نقدر نختار لكم كاسة أكبر حتى تخلون كل المكونات صح؟ حتى تكون أموركم طيبة. هي بالكاسة؟ يا الله إن شاء الله تطلع طيبة الفتة اليوم. لا طيبة طيبة طيبة. الخبزة قليتها هذيك الوحدة؟ لا يمكن انت هاي الحركات ما تسويها بالبيت استاذ جواد مو؟ انا عندي بيت. لا استاذ دقيقة، هذا تخليه هنا بس بعدين ترى ترجع بالصوص. قلت لك لو ما قلت لك؟ لا ما قلت لك. لا ارجع للصوص. خوك يا حبيبتي. انت خوب كل شيء ما مركز. بس صحون التقديم هنا اذا جيبها هنا استاذ قاسم. صب بهذا الماعون، ينصب بهذا الماعون. اوكي اوكي. ينصب بهذا الماعون. اي. لا عاد حديث. اخذت منك كسة نقطة. مو ما لا خلي غني لك شلون صوت حلو عليه لانه هذا ما يصير هلا هلا هذا نشيل هيك اي شيء ما تحتاجه حاول انه تشيل ارجع لك اياه هنا غني لي شوي شوي غني لي وخذ عيني انا احكي لك وانت ماشي يا امورك طيبه نانا نانا الفتة اللحم شوية أحسن أكلتنا لكن قسبة تقسب أقلش أقلنا شوية تمزين الفريق لحم رضي يسمع أستاذ جواد عيون شوف ايش يصير هنا يلا يا الخيانة أنا الله ناصرني عليه إن شاء الله إن شاء الله خبز وقت دبه زين يلا غني ما غنيت زعصر زعصر لا 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 هسه هسه نريد اغنيه من عندك يلا ما لنا علاقه ارجع اتقرنش بيه اي مو ارد اطربنا استاذ قاسم يلا اطربنا وانا مقلي بعد شاقل لغير احبك اي اي شاقل لغير احبك اي هاك هذا معه يا هو ادرى عف الله عنك استخدمها له ارفع الاغاني لا لا هيك اغنيه تدندنها اهلي ما يقبلون الله يخليك اغنيه لا انا بدندنها يلا يلا استاذ قاسم يلا يلا جواد شنو نغني جواد يلا اثنينكم سووا ديو ديو انت واستاذ جواد يلا يلا انا وياك يلا شو تغنوا لنا دويت انا وياك يلا 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 اغنيه دائما تدندنها مين حبيبي انا رد علي وقول رد علي انا رد حبيبي انا وها 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 هسه شنو هاي شهد ما قعد قعد شهد من الصبح خلي لي فوق هي تقول لك هي اصلا كل شيء ما تقول ها الخبز من الصبح خلي لي فوق خادم خادم لا خادم انت تعرف انه شهد قضتها كلها ساكته ساكته وصافنه وبس تبتسم كل شيء ما يعني حمزين يعرف استاذ قاسم حماس 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 وين الملح؟ يلا وين الملح؟ بالسلامة والقلبي دعيلك تشاو 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 باي باي وين الملح؟ انتوا هسه بآخر 10 دقائق المملحة هناك المملحة يم انتوا بآخر 10 دقائق يلا خلصنا خلصنا يلا تعالوا تعالوا مو هواي شوية اي شيء ما تحتاجوه ارفعوه اوكي؟ طبعا صحون فارغة عندكم ملاعق عادي خلي يشتغل لساعتين لساعتين لا انا لازم يكون الصحن مال تقديم اوكي ثانية واحدة تمام بعد خفيفة بس شو طبعاً صارت غير الاحمر خلي يعقل طفي طاوة مالت الخبزة يوم ادي هاي حرقتها للخبزة جواد لا لا انت تحب هالفتة؟ تحب هالفتة؟ الله لا يحبني اذا احب الفتة يلا ما كنت تسويها طيبة اليوم حتى مرحلة التذوق تستمتعون زين مو هواية دهن؟ مو هواية زيت؟ هم يا الله هم يا الله اي صح هم يا الله كوليسترول اوكي خليني من الخبزة لا مو ذبيتها هاي خلصت زين تيسير ده سولف وياك لا لا تيسير ده حطي علي منات بقى هذا ايش اسمه الاخبار كرافويس تيسير مرة معدلة بس تدري شنو ست بس ولا كأنك حكيت عليها بالبدايه ابد ابد ما حكيت عليها
بقى كرفس وطماطه تخليه للوجه ازين بيها. لا تنسى تزين طبقك استاذ جواد. زيني هسه ودي لي الحلاق بعيونك. حتى شي سوار اخذ لي هسه. شوف الصلصه تمام. والله ما تعال شوفيها. شوفها شوفها انت الطاوه شوفها شوفها من يمك. ايه شوف شوف انت شوفها الصلصه كافي. وانا شو اسمه هذا كافي والله. اخر عشر دقائق قاسم خلص الجوله الثانيه من البرنامج. بس يعني واضح مشاهدينا اكو اختلاف بالالوان يعني. بس ان شاء الله ماكو اختلاف بالنكهه يعني. ان شاء الله النكهه اللي يريدها شف خلدون. لا تنسى استاذ قاسم تزين طبقك. اي ان شاء الله. اوكي انت بعد فنان يعني ما يحتاج احنا نقول لك. ما شاء الله عندك يعني المام بالمطبخ او في احسن احسن. انا ارتب لك الامور كلها. هاي دخل هذا قاسم ترى عيب هاي السوالف. شو اسوي انا اسوي؟ قاسم يعني شلون ما يملح اكله ادري شنو يجيب افاهي ما ترهم الفريقين. يا الله يا الله يا الله حاليا ان شاء الله كملت ان شاء الله. بس شنو بعد ما تخلي الصلصه الخلطه كلها وبعدين تخلي الخبز فوق يحضروا لنا اياها ويجهزوها باخر مرحله بالاطباق الخاصه بالتقديم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. زين ليش يشي النار؟ يمه راح تسوي لنا قدر. اي يمه نجي ناكل هيجي. هاي فديته. زين فديته لو عند البيت يا ابي. اكو عندك هنا كيف ثاني بدله غيره. اوكي بس خلينا ننظف. يلا اوكي طاوله مشتغله اذا فارغه طفيها. مو زين بس بعد ما تخلص لازم نرجع الطبق هنا. انا جاهز صحيح. قاسم الله. لا 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 الالوان حلوه بعد بعد بس النكهه اللي يريدها شف خلدون يريدها ان شاء الله. والاكله صارت طيبه ما والله. هو وربه ينجاز شيخ خلدون. خلاص خلاص ها هي ها هي ها هي ها هي خلينا نفض. ها هي لا لا اتركها عادي والله. خلاص اهم شيء انت يعني عندك الكاونتر مو مشكله الطباخ. هاي تقدر تنزع لي شوف. خلاص انا جاهز. اي قبله ما له علاقه. والله ينصرنا على اعداء. هاي ليش يحطها؟ لا لا هو عادي دي زين الطبق ماكو مشكله. ان شاء الله النصر حليفنا. اولا بالبدايه يعني اشكر ست دعاء على تقديم البرنامج اللطيف والسلس. ثانيا اشكر زميلتي وصديقتي تيسير على التوجيهات الرائعه. شكرا للشيف اللي ساعد قاسم. اهم شيء ريدي فوزه لان هو العمر دا يمشي. لا بس ساعدك يعني مساعد يعني. شكرا للاخت الصامته النائمه. شكرا حمد عيني عليك ابو رامي وحدك تشتغل على كل. شكرا لكل المصورين. شكرا لكم إليك. شكرا للطبق الجميل. أيه. ويا رب ان شاء الله شيخ خلدون ان شاء الله مكان ورا البرنامج اذا فوزت. كنت ولا عائله ان شاء الله. خلاص احنا باخر دقيقه خلي نسمع شيء من عندك هسه وانت مسترخي وجاهز. انا لا حقيقه انا اشكر الجهود اللي مبذوله من اصدقائنا اللي خلف الكواليس يعني نوجه لهم كل الحب والاحترام. شكرا. وكل عام وهم بالف خير ان شاء الله. شكرا. اضافه للقائمين على هذا البرنامج ولحضرتك طبعا. شكرا استاذي العزيز. يسلمك. شرفتوني. أشكر. ونورتوني اليوم وسعيده انه شفتكم وان شاء الله دائما الله اشوفكم نجوم متالقين في كل الاعمال اللي تقدموها. شكرا لكل وبالتوفيق ان شاء الله على المسرحيه الجديده. للجميع ان شاء الله. شكرا لكل الكادر. شكرا اللي راح يذوق ويعطينا النتيجه. اكيد هو ما شكرا اللي راح يذوق ويقابلها مستشفيات. هاي الك طبعك طبعا. صحة وسلامة صحة وسلامة. احنا ان شاء الله سبينش مال باباي باباي. زين يلا هسه احنا وياكم راح اعد وراها ترفعون ايدكم من كل شيء. اوكي يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ارفعوا ايدكم. ارفع ايدك جواد. هسه يلا تذكرت تطلع معاك دقيقتين. عاشت ايدكم. عاشت وانا اصفق لكم. كل شيء ما عاد عاشت ايدكم. شكرا لكم على كل شيء. راح اشوفكم بعد شويه انتم واطباقكم وشهد وتيسير ونكون احنا وياكم مشاهدينا باخر مرحله من البرنامج اللي هي مرحله التذوق. من بعدها نسمع راي الحكم بالبرنامج شيف خلدون. هل يا ترى راح يقتنع بالطبق
اللي جهز لنا اياه الفريق الاحمر او طبق الفريق الازرق. مشاهدينا بعد الفاصل راجعي لكم بحلقتنا المميزه والرائعه من برنامج نجوم على نار على قناه اليو تي في، خليكم قريب. اهلا بكم من جديد مشاهدي ومتابعي قناه اليو تي في الفضائيه، ووصلنا وياكم للجزء الاخير من حلقه برنامج نجوم على نار. الفريقين صاروا جاهزين، تيسير وجواد، شهد وأستاذ قاسم. يعني شهد ما اعرف، احنا قلنا لها تعبتي من كثر ما انت ساكته وصافي. لا هدوءها كله ساعدني. خليتك تسترخي طبعا. شوني بطلع. اوكي، استاذ قاسم اعتمد على مهارته بالطبخ، واستاذ جواد استعان بتيسير وسمع من عندها التوجيهات. هل يا ترى راح يقتنع شيف خلدون؟ هسه راح نكون احنا وياكم باخر مرحله اللي هي تتذوقون من اطباق بعض. اوكي، اللي اريد من عندكم تلبسون الماسكات، تفضلوا البسوا الماسكات، غطوا لي عيونكم. ديك ليه هسه ما تحبين مفتش جك جاي جيب جيب السلافل. قاسم والله قاسم نزل الماسك اكثر، نزله اي شهد، نزلي الماسك بعد شويه. هاي بعد حتى ما داش. اوكي اكثر من هيك. يلا هسه انا وياكم راح نرحب ترحيب قوي باللي ساعدكم واليوم دللكم كلش هوايه. احنا وياكم نرحب بحكم البرنامج شيف خلدون. تصريح اهلا خلدون يا بعد الروح. هلا بجيتك. هلا بجيتك. هلا بجيتك. هلا هلا بجيتك. هلا هلا خلدون. هلا هلا. كيف شو يصير امور الدنيا؟ هاي الحركة عجبتني. شلون لاد؟ هنبلش بالفريق الأحمر. قبل ما نبلش ويا الفريق الأزرق، أسأل الفريق الأحمر يا طبق تختارون الأول أو الثاني؟ الثاني والله إن شاء الله. أنا الأول. أوكي تمام، نبدأ ويا الفريق الأزرق ويا أستاذ قاسم. الأزرق يا طبق من الطبقين تختارون الأول أو الثاني؟ إحنا؟ لا فريق الأزرق. طبعا اختاريت. والله يعني حقيقة الأكل أذواق يعني بصراحة. أكيد. بس هسه اللي ذقته طيب. الثاني؟ الباذنجان مهروس والأشياء يعني. زين. إضافة إلى أنه البهارات والتفاصيل يعني. تمام. شهد؟ أنا من الثاني. أوكي ارفع الماسكات. الفريق الأزرق اختار طبق اللي حضر استاذ قاسم، يعني اختارته طبقكم. اما الفريق الاحمر فاستاذ جواد اختار طبقه، بس تيسير اختارت طبق الفريق. هسه القرار هسه بقى قراري. القرار ظل قراري. نبلش بالفريق الاحمر. زين ليش متغمض؟ يلا كنا مغمضين. والله خليني اجرب الموضوع صدق. بس انت قلت على طبقنا بالبدايه زين، قلت طيب صح ولا لا؟ اكيد ما له علاقه. الله بينك. لا صراحة راح أحط نقطة للفريق الأحمر بالطعم. ياي ياي يلا ها ها ها. بس بعد كم التقييم النظافة الأشياء القرنش وين الخبزة اللي أنا خليتها؟ ما سويتها. هاي النقطة حبيبي. حتى أخصم الموضوع 6-5. يا مبروك. مبارك للفريق الاحمر. مبروكين. رمضان كريم. مبارك ان شاء الله عليكم للجميع. ان شاء الله مبارك ان شاء الله عليكم وشوفكم ان شاء الله على خير الجميع. وشكرا جزيلا. اطباق حلوه واطباق لذيذه ومتعه صراحه. واحنا من خلال هاي المائده المفضله في رمضان. من خلال هاي المائده نحب نحيي جمهورنا ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير، يا رب الصحه والسلامه والامن والامان لبلدنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله وموفقين. وتشاو تشاو تشاو تشاو. احلى شيء في العراق. اهنيك لكل قلبي لان اختيارك الصائب. الصراحه النتيجه انطها شيء فرحتنا وهذا المتوقع يعني، لان احنا تعبنا وهذا جهد يعني. النتيجه اللي انطاها الشيف كلش ممتازه. النتيجه اللي انطاها الشيف اكيد
نتيجة صحيحة لأنه هو رجل صاحب اختصاص. النتيجة اللي انطاها الشيف كانت باطلة، وأنا هسه راح أبقى واقف باب القناة أسوي مظاهرات. الفريق الأحمر هو اللي فاز ويانا أكيد من خلال المجهود العالي اللي بذله أستاذ جواد بتوجيهات تيسير. لا والله أما أستاذ قاسم ليش تنكر حقها؟ ليش؟ فللأسف ما طبق كل التعليمات والنصائح اللي كان حريص جدا أنه يسمعوها تيسير وشهد شيف خلدون، لكن للأسف كانت ساكتة شهد، ويمكن هو هذا السبب. لا لا مشي مشي يلا ما يخالف ما يخالف، المهم أنتوا أصدقاء وحبايب. واليوم نورتونا بالبرنامج، شكرا لكم، وأتمنى لكم الموافقية والنجاح الدائم يا رب، وإن شاء الله دائما نجمع هيك جماعة. شكرا للكادر جميعا، شكرا جزيلا، رمضان كريم نقول عليهم كلهم جميعا إن شاء الله يا رب، رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. مشاهدينا وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة اللي كانت رائعة ومميزة بضيوفها ومشاكساتهم الحلوة، أتمنى استمتعتوا ويانا، انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج نجوم على نار، وين؟ أكيد على قناة اليو تي في رمضان سوا. باي 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 تشاو 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 تشاو.